بسم الله الرحمن الرحيم، نبدي المحاضرة الثامنة في دورة التدريب على برنامج ستاد برو. احنا كنا نتكلم حقا في المحاضرة السابقة في نهايتها عن المقاطع الحديدية المخزونة، ان هناك مكتبة ممتازة جدا في البروبرتي، خلينا نشوف وين من دخلنا لها. هذه سكشن داتابيس اسمها، سكشن داتابيس، تدخل لها راح تلقى مقاطع لدول متعددة، استراليان، برازيليان، بريتش، كنديان، تشاينيز، داتش، يوروبيان، فرنش، جيرمان، يعني حق دول كثيرة جدا. واحنا مثل ما قلنا البرنامج هاي مسألة تجارية، كل ما يخلي ستاندرز اكثر يعني يفتح الى اسواق في دول مختلفة. زين، اكو ايضا شنو بعد امكانية؟ طبعا نفس الديفاين اذا لاحظتوا احنا صح اكثر شيء ريكتانجولار وسيركل، لكنه اكو مقاطع اخرى ممكن نستعملها، ترابيزويدال، تي. لكن انا ما اردحكي عن هاي، اردحكي بصراحة عن مقاطع اللي هي جنرال. شنو يعني مقطع جنرال؟ يعني لا، يعني انت هو المنبر بصراحة، انت ما تدخل ابعاده، تدخل البروبرتيز اللي اقول البروبرتيز اقصد بها يعني البارامترز المطلوبه للتحليل الانشائي، المطلوبه للتحليل الانشائي اللي هو وين يدخل بال. هسه قبل شويه تتذكرون من كتبنا انه الكي شو تساوي الكي، خلينا نرجع شويه باكورد. اذا نشير البرنامج الى اكسيال منبر او تراس منبر، يريد الاي، يريد الاي، يريد الال. الال خلاه اول شيء محلول. الال ليش؟ في الجيومتري قلت انه هذا المنبر سبان 6 متر، خلاص كذا انتهى. زين، الاي مين راح يعرف الاي؟ مخزونه به مواد، هو مخزونه به كونكريت، الان يعرف الاي من الكونكريت. نيجي الى الشيء اللي يريد نقوله، شاهد الكلام. الاي، الاي مين يحصلها؟ مش شكل، الشكل اللي هو مو هاي كلمه الشكل، اكو جيومتري اكو بروبرتيز باصطلاح البرنامج. فالشكل نقصد به هنا البروبرتيز اللي هي ابعاد المقطع. اذا هو البرنامج ما يريد يعرف هو مقطعك مستطيل لو مدور، هو شو يريد يعرف؟ المساحه، طيل مساحه. عندك كلام الله بعد، لا اريد عرض ولا اريد عمق ولا اريد. هذا الحكي وين؟ بالتراس منبر. اذا نحكي عن فلكشرال منبر عزم، شو تصير الكي؟ تصير هيك اشياء 4 اي اي على ال الى اخره، هم الاي والال. بس شنو يظهر هنا هالمره؟ مومنت اوف انيرشيا، مومنت اوف انيرشيا هم منين نجيبه؟ هم من الشكل، اذا مستطيل هيك، اذا مثلث، اذا مدور، اذا كذا. اذا بصراحه احنا نحتاج هذني من الدايمنشنز. لهذا شوف ايش راح تشوف هنا، اي اكس اي واي اي زد، اي اكس اي واي اي زد، ومتر تربيع ومتر اس 4. فلهذا انت مثلا عندك شكل مو قياسي، بس تقدر تحسب المساحه مالته مثلا من الاوتوكاد، ماكو شيء تحسب المساحه مالته، دخل المساحه وقول هو هذا المنبر مالتي، هذا معنى جنرال بروبرتي. هسه انا بصراحه احكي عنه، هسه انا ما مستعمله، ما تحتاجه، لان اصلا انت بالحاله العمليه ما عندك عمود شكل اميبي او شكل مدري شنو. لا، انا اقول لكم ما تجي عمود شكله حرف ال، شكل حرف تي. واحد راح يقول زين شنو هذا الشكل؟ ولو يعني بصراحه من قمت احس ان اكو ناس قاعد تحكي علي، وهذا ما اقول يسبون بي، ما اريد ابالغ. زين، عرفت انه اهل القالب هم كلش ضاجوا من هالقضيه. ايش فكرت؟ فكرت مثلا جدران قاعد تلتقي، هاي جدران قاعد تلتقي في خارطه معماريه. هسه انت تفكر بابسط الاشياء، بعمود مربع أربع أركان خربتهم، لأن يعني عمود طلع من الأربع أركان. أوكي، تقول ماشي، أنا ما أسوي هيك مربع، راح أسوي العمود مستطيل. شلون هسه معماريا؟ ممتاز، لأن ضاع وين؟ ضاع بالحائط. تجي تشتغل به، تلقى العزم بهالاتجاه، هذا البعد صغير ضعيف، العمود ضعيف في الاتجاه، كنت تثخنه. شلون تثخنه؟ كون يطلع من الحائط.
ما طلع من الحائط، ايش راح تسوي؟ صليب. احسنت. فانا اشتغلت بنايه على شكل صليب، بس لاحظت يعني صدق هاي في صافي صفه مرقد صافي صفه بهالشكل هذا، عاد في ابو القالب قال هذا منو بس لا دلوني عليه لا اشرب من دمه. أنا يعني شوف قبل شويه بالبريك يمكن ما الشباب راحوا حكينا على انه انت حتى تكون مصمم ناجح تخيل دائما انت المنفذ، فانت منفذ يعني انت ابو القالب، انت الحداد، انت اللي تصب الكونكريت، يعني انت منفذ يعني اقصد مو بس انت سايت انجينير وجي سايت انجينير والله مهندس خلاص هم غصبا عليهم شيء، لا حتى لو منفذ ما هو وانت قاعد تسوي هاي مقاوله، ولو احنا بشغل نظامي يجي المقاول يقرا الخرائط من يشوف هيك قالب يضرب سعر الكونكريت في شنو؟ في 4. فتعرف انت كمصمم من سويت هيك غليت المشروع كلفه المشروع زودتها، يعني هم مو غشمة الناس، هم من راح يشوفون هيك شكل جيب لي قالب وحرم وذبه بعدين بالزباله القالب، اوكي؟ فهاي هاي المساله. فش يعني انشائيا ممتاز، معماريا روعه، مدفون بالحائط، بس بالتنفيذ صعب كذلك. لهذا بصراحه احنا حكينا وعلى اشياء انا اشوفها يمكن يعني لا تقل اهميه عن البرنامج وعن هدف الدوره، قلنا التكنولوجيا مال البناء. يعني لهذا يمكن مرات انا اقول مصمم للمقاطع الكونكريتيه يروح يدور شركات القوالب او المقاولين مش عندهم شركات قوالب، لان ترى القوالب مرات هي تحكمك بالتصميم. وسابقا اشرنا لهاي من قلنا البيم قد نختار عمقه، تتذكرون حكينا كلنا قلنا الشيء الشائع انه عندنا هاي شو يسموها الراسطه شو يصيحوا له مال خشب الوحده شفر بلوك لوحه كذا اللي عورق 10 سم، فاذا مضاعفات العشرة، لان احنا هذا سوقنا كله مضاعفات العشرة. لكن لو مثلا عندنا قوالب اللي هي غير شكل مثلا بلاي وود او مثلا بلاستيكيه او تتركب او قطع مثل ما شفنا بعض المشاريع بصراحه او عند الايرانيين او اتراك او غيرهم، لا راح يتغير فكرك اصلا بصراحه. من نشوف اصلا كونكريت مصبوب بهج قوالب احنا نقول والله صدق هذا يعني ماكو كونكريت مرتاح انت، لانه ما يعني شوف فير فيس وما طلع علامونه من الصبه ولا كذا، تحس حتى قوي الكونكريت من نشوفه بهج قالب فتم تنفيذه. فهذا مهم جدا بصراحه. احنا نقول في the practical cases حتى نجي نشوف بالبرنامج وين موارد هاي الكيس. فالان اجاني هذا العمود، سنرجع نشاهد الكلام. شلون راح اجي اعرف هذا العمود؟ نعم العفو، مره شاهدت عمود هلالي دكتور قوس هلالي دكتور انا شفت يعني هيك انجل كذا انجل كليه العيون. لا 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 مثلث زاويه 60 زاويه منفرجه. اقول لك خافاني خافوا الصليب مالتي رد فعل صار علي المصمم اي طالب لانه جزع الحداد طلعت روحه يلا سوا لان ما ينضبط قوس قوس هيك مثل هذا سمته. لا لا مو قوس زاويه منفرجه ها هيك راجع يعني او بس مكسور مثلا هيك مو 90 يعني صح شويه عليه. نعم فهي المهم هذه اذا هي مطلوبه معماريا الاشكال كان درجه مو احنا اي مو احنا خلينا نفرق بين الحالات بصراحه. احنا نسوي عمود نضمه بالحائط وممكن ما ينضم بالحائط، يعني ما عندنا غرض معماري بشكل العمود، ارجو ان تنتبهون هنا اكو فرق بين الحالتين يعني. مرات لا شكل العمود معماري. خب مثال الان ضريح الشريف للحر رضوان الله عليه محاط باربع اعمده باع شلون شكلها؟ اصلا حتى مو اول هيك صاير شكلها. يعني اكو فد قواوين وكذا وهكذا اربع اركان هذا لكم. هاي يعني هاي كلها بالامتار طبعا، هي كلها هذه حوالي مثلا فد 3 امتار او شيء شيء بهالشكل، يعني ما اتذكر تفاصيل بصراحه زين، بس هي كلها يعني بالامتار متر مترين شيء يعني لها رقم زين. فيجيك هيك عمود مثلا الشكل هذا الان هو مطلوب شكل العمود هيك شيء حتى بعدين يطلع مثلا من عنده مثل الدنقه مال وطبعا تعرفون عتبات المقدسه قبل شنو كانت هو عمود كله مربع سوليد من طابوق. ليش؟ لانه اصلا قبل ماكو اساس هاي ملتفتين الا ما ملتفتين ابنيه قبل ماكو شيء اسمه اساس لانه كله من طابوق، فلهذا هو كله فد شيء طابوقي يكون هو هذا البيرن كاباسيتي خلينا نقول، فكون يكبر يعرض
مرات يضيقوه بعدين ما تلاقي يصعد هو نفسه ثلاثة في ثلاثة ويصعد يشيل قبة مثلا. ماكو أساس، هو الأساس نفسه، هو الجذع هو نفسه أساس. أوكي، فشو راح نسوي؟ فهنا هذا السؤال اللي هو حق نربط ويا قلنا الجنرال مثلا. وأكو طريقة أخرى أنا بصراحة استعملتها بس شوية مطولة، اللي هاي اسمها يوزر تيبل. طبعا ما أعرف تيبل لازم شنو أجي أضيف تيبل. وهذا أكو برنامج أنا بصراحة ما مجربه بهذا الجيل، بس بالقديم أكو برنامج ملحق بالبستاد برو بحيث يشبه الأوتوكاد. أنت العمود ترسمه، ترسمه بإيدك بأي شكل يعجبك، ويجيب هذا الشكل للبرنامج وياخذه كما هو، ومن ثم يطلع لك على العزوم كأكون مرتاح أنه الشكل الحقيقي للعمود هو إجا هنا. أرجع أكرر الشكل أهميته شنو حتى نحسب المومنت اوف انيرشيا والمساحه الاي والاي. فكل الاشياء غلطها شنو حساب الاي والاي، فتحسبها بيدك وتجيبها المدخ بالشكل بيد كذا. هاي فائده الجنرال شيب اللي هو مو قياسي. واضح؟ احنا انا بصراحه مضطر اختصر بهالشكل لانه هاي التفاصيل. اذا صار وقت يجوز نطب هذا التيبل كنا نروح اشيك هذا البرنامج الملحق بعده فصله شلون نطب له، بصراحه ما مطبقه هنا لانه ما تجينا هيك اعمده الا في انا ابنيه خاصه. اذا احنا ايش اخذنا؟ اخذنا السكشن داتابيس اللي قلنا ولا الستيل، واخذنا يوزر تيبل بشكل بسيط تشتميه انه احنا ممكن نجيب اشكال مو قياسيه، واشرنا ايضا بالديفاين الى اشكال اخرى للأعمدة ممكن تجي تيبرد وإلى آخره أو تيوب، يعني هذه أشكال ممكن تمر على الواحد. بس مثل ما تعرفون الكونكريت مو مثل الستيل، يعني الأشكال تعتمد على القالب فتكون تفكر بالقالب. لاحظت الآن أيضا شيء بالبروبرتي إنه كل الماتيريال شنو تلقائيا دخل كونكريت. أوكي، بهذه المناسبة إذا خلي نروح على الماتيريال نفسه. صح نقفز إلى الماتيريال كنا ماكو تسلسل. الآن ما أخذ كله شنو ديفولت كونكريت. خلي نجي نشوف هذا الكونكريت اللي ما أخذه، خلنا نطلع عليه. باعوا أشرت هسه الكونكريت، راح أقول له edit. هذا الكونكريت قاعد تلاحظوه معامل مرونة مالته 21718 ميجا باسكال، بواسانز ريشيو نيو 0.17. أحد ناس نيو حتى أذكر بها إذن حسن، حد وعدم تسجل حسن ناس الميو. أوكي، الميو شنو؟ هذا إليمنت مربع مثلا عليه تنشن بهالشكل. فشلون راح يصير شكله المتشوه مالته؟ راح يصير هيتشي سوري لي فوق. إذن كومبرشن حتى تكون أوضح الصورة. أي إذا كان فوق قصدي كومبرشن. ميو بالضبط. ايه هذا هسه الان هذا الانفعال العرضي، هذا الانفعال بهالاتجاه، على الانفعال الطولي هو اسمه شنو؟ ميو نيو نيو. ايه هو طلع بواسون ايه بواسون ريشيو صارت باسمه بواسون ريشيو. اوكي، ترانسفيرس سترين على لونجيتودينال سترين، فعال عرضي على الطول. وين نحتاج نيو؟ السيد واحد يقول احنا شو ذكرت لنا انت اي واي وال ما ادري شنو كي سنيو شنو هاي ليش حشر هالبرنامج هنا؟ الجواب من نشتغل تو واي اكشن او تو دايمنشنال راح شو يصير؟ يصير انه كل اتجاه ياثر على الاتجاه الاخر بهاي النسبه. فمن تسوي اشتقاق شو راح يطلع عندك؟ يطلع عندك نيو بالمعادله مال كي. يعني هاي المعادله هسه الان انا ماخذ حرارات قياسيه وانا حرارات بصراحه قليله، بس من تتوسع تدخل بها شنو ايضا نيو. فاذا المهم اي واي وال ونيو هم ضيف لها في بعض الحالات. اوكي، خلينا نشوف بعد شيء بعد شنو بي دنسيتي 23.56 كي متر مكعب. احنا دائما ناخذ الكونكريت لو 24 الحمد لله دنسيتي تقريبا. اذا نحكي عن مو لايت ويت
ولا نحكي عن هيفي ويت، نحكي عن نورمال اذن هذا اوكي. بعد شنو عندنا؟ 1 في 10 اس ناقص 5 ثيرمال كوفيشنت. ما عندك احنا ذكروني باللود احكي لكم على الحراره شلون ندخل حراره كلود. خاف انسى حسن انت سجل زين. فاذا عندك حراره هذا البارامتر موجود لازم، ما عندك حراره البرنامج ما بيه اشكال. صدق خلا ميز لكم اي لازم موجوده دائما معامل بس حتى ما قلت لكم اي هي تعتمد عليها من قلنا على الماتيريال بس هي بالكود بمن يربطها تكون معادله مال اي جماعه دارسين كونكريت او حتى تو كونكريت تكنولوجي اخذتوا الاي منين نجيبها معامرونا صح نقيسها بالمختبر بس ممكن نحسبها راسا معادله شو اسمه اوكي سترينث اوف ماتيريال انا احكي كونكريت تكنولوجي لا 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 مو روح افحص مكعب افحص اسطوانه طلع بالضبط واضربها بهاي وطلع لك شنو معامل مرونه ماشي اذا هو صح نوعيه يعني في العلاقه بالميكس ديزاين والعلاقه بال... اوكي بعد شنو عندنا كريتيكال دامبينج دامبينج صاين بدامبينج هذا وين موجود دامبينج وين يظهر بالاهتزاز طبعا اكو اهتزاز بالبنايه هذا يظهر ماكو اهتزاز اصلا باللود ماكو مثلا لود مال زلازل او انفجار او شيء هذا اصلا ما له معنى زين yes. اي 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 هاي ديفولت كلها ديفولت بالبرنامج احنا المطبخ هسه وين هذا دار اقوله انا استعرضها الان اقول لو فيما مثلا اتغيرت خلوا مضافات اي طلعت اكبر نيو ما ادري ايش بيها كذا شلون اذا هي كلها مقفوله شلون نغيرها انا اردجن هاي النقطه اوكي ثم هاي وراها ديزاين هاي الديزاين يمكن الوحيده هي قوه المكعب جوا كومبرسس اف سب سي يو اللي هي مفتوحه للتغيير 27 ميجا باسكال هي الوحيده اللي خاضعه للتغيير اوكي فاذا ايش قد ما اخذها هو ايش قد ما اخذها البرنامج 27 يعني خلينا نقول هي كستاندرد هي طبعا تدري باون هو اللي اكو 3000 بي اس اي و 4000 بي اس اي 5000 بي اس اي هذا هو يسموها grades of concrete يعني قياسية ف 3000 احنا عندنا عن تعادل 21 ميجا باسكال 4000 تعادل 25 5000 مثلا تعادل وهكذا كده تحولها انت كل واحد ميجا باسكال 145 بي اس اي تشوف الشكل هذا ماشي زين هسه اوكي هاي هذه المعلومات زين هسه نجي الان احنا نريد نغير هاي كلها مقفولة ما نقدر نغير طبعا الحكي نفسه الالمنيوم والستيل كذا يعني ما راح ادخل بيها لكن راح اقول لك كرييت الان انت كله قدامك روح ادخل ارقام تعجبك المعلومات بالمختبر هو هنا السؤال يا معلومات ريكوايرد ويا معلومات اوبشنال الان انا اشرت قبل شويه مثلا حراره ما عندي هذا الثيرمال كوفيشنت ما احتاج فايبريشن ما عندي الدامبينج ما احتاجه بس كثافه اذا قلت للبرنامج تحسب السيلف ويت وانت ما تطبق الكثافه ميس ايرور ما يمشي لازم تقول له شنو كثافه الماده وبواسانز ريشيو معامرونه هذا اللي لازم لان جزء من التحليل اللي لازم زين هسه خل اجي صوابها طبعا الشير موجلس هو ينحسب تلقائيا الشير موجلس هو معادلة يمكن ما أتذكرها بصراحة اي على في واحد زائد 2 نيو كذا يعني هي لها علاقة بالمعامل يعني بتنحسب من البارامترز الأخرى زين استنجي قلنا الضروريات شنو هن الاي وبواسانز ريشيو الان الكونكريت نفسه ما راح نروح على غير مادة غير مادة كون تروح تفتح الكتالوجات يعني هواي يعني جبت الطابوق بين جيب الطابوق نروح افتح الكتب أنا ستسألني والله ما حافظ معام المرونة مال الطابوق ما حافظ أكو واحد حافظ أنا بالغرفة بالقاعة بس أنا بكت أقول عافية ليش ما حافظي إحنا كنا أها قليل يعني ما مثل ما حكينا قلنا على تصميم الطابوق وما أدري إيش مو قلنا بالله بالدراسة ولا بالحياة العملية ولا بالكذا إلا هو حائط وشيء واحد
وهذا شنو السبب ابراهيم دائما يعني حق يحكي بهاي القضيه يعني خلي اريح شويه بهالكم كلمه. السبب شنو؟ هو تخلف الاعتماد عندنا، التخلف خلينا نقول الصناعه الانشائيه، اعتماد على الطابوق. يعني ليش؟ انه ما عندنا طابوق مسلح reinforced masonry. شنو هذا reinforced masonry؟ هذا يجيبون طابوق مجوف اللي يسحوا له بلوك ويسلحوه بشياش بالفتحات مال الطابوق. وانا شفت احدى الدول الجوار بنايه 7 طوابق من طابوق اصلا، ولا بيها حبايه كونكريت. بعد هذا نحكي سرعه اقتصاد، بعد بيها خلينا نقول اشياء زين، لكن انت شنو تبني؟ كله ماسونري كونستراكشن زين. لا هو شنو الحق مونه مونه ويسلحوها بحيل يملوها بمونه ابراهيم. لا يدخل شيش وبعدين تدخل تتعشق بها لا أنا نبغى هالشكل مجرد إشارات حتى نفتح آفاق في المستقبل واحد يطلع. إذا المطلوب شنو؟ إيه بواسان زيش. خلينا سحنا بالكونكريت باعتبار سحنا ما نروح على غير ماتيريال. إحنا نفس الكونكريت مالتنا تغيرت خواصه. اما احسن مثل ما شاف قال مضافات، او نقول حاله شويه اللي اكثر تكرار اسوء يصير. شنو اسوء؟ ما نتمنى الاسوء، لكنه فشل صار عندي. منو ما يصير عنده هذا الفشل؟ دا ينفذوا مكعبات فشلت، وحتجينا كل سنه عشرات يسموه تقييم انشائي يصير حوله. شنو التقييم الانشائي؟ مكعبات فشلت، تعال شوف لنا هاي البناية نفلشها نبقيها شو نسوي نعالج كذا. أسمع من الشغل الآن قاعد أشوفه تش تحتاج إي والنيو بس. إحنا فورسز مالتنا جرافيتي لود وكذا، ولا عندنا حرارة ولا عندنا فايبريشن ما أدري شو تحتاج دني. الآن إي بمن مربوطة؟ بنرجع للمعادلة أها F prime C هو المكعب فشل صح. هاي اسطوانة تعرفون اسطوانة مكعب وفرق 80% تقريبا. اذا معناها هذا هم فشل. اذا اي قلت خوش ايضا اروح بالبرنامج اقول له قلت الاي. فلهذا يعني مسويها العمليه مثلا اقول باد كونكريت او فيلد كونكريت حتى افهم انه ماده جديده، وداخل ارقام احسب اي جديده بواسانز ريشو أبقيها نفسها ما تتأثر. يعني غالبا هاي الرينج مع بواسانز ريشو هو يتراح من 0.15 إلى 0.2 حتى يتشابه من الستيل والكونكريت والكذا، يعني مو كلش يتأثر بصراحة بالماتيريالز وأنواعها، فبقي نفسه. أرجع أحل استرسل ماتي من جديد، شوف شو تأثير هذا النقصان بإي على القوى والتحمل. والقبل شوي سأل حسن سأل قال أنا هي البناية مصممة مش هاي أحسن كيس إلها، رح أطلع القوى وقارن ويا من والتحمل مع المقاطع تحمل البيم أو وين مكان الفشل، يعني تحمل مكان اللي فشل. وهذا نطبقها باستمرار ونسوي ريبورت ونريزلتس وكذا، ونقول بحيث بثقة إنه نجاوب إنه نقول يا ترى البناية بالرغم من هذا النقصان سأدفع. بس أقول جملة صح تحمل أوكي كسترينث but don't forget the durability استدامة والديمومة. ترى من نقص الكواليتي مال الكونكريت صارت اقل عمر شنو صار اقل، فانت بعد كنت تفكر شلون تعوض بالعمر، خصوصا اذا كان هذا الكونكريت في تماس مع المي في تماس مع التربه. فمثلا انا القى سطح اقول اوكي تحمل اوكي، بس الواتر بروفينج سووا دبل اسس. مثلا اقول اذا انتم مثلا ما خالين واتر بروفينج خلوا، ما خالين سمنت مقاوم الكبريتات سووا. ليش؟ لان اعرف الكونكريت مالتي كواليتي مالته شنو؟ لو نعم سالفه الدكتور الثاني اللي صار بيك فشل، يعني احنا مشكله صارت اوكي صبوا كسروا المكعبات طلع مكعب واحد من اصل 9، حتى ما واحد من العدد يعني من اصل 9 طلع 14 المفروض هو
احنا نتوقع وين مصبوب، لانه لما اخذنا من المكعبات ندري هو ضمن يا وجبه صح، يعني تسلسل السياره تقريبا قدرنا نحصل المكان. لما ندخل البرنامج ناخذ بس هذا، يعني هذا المكان طبعا هو صب السقف، يعني ندري به صب السقف وجزء من البي. نعم. لما ندخل هاي معلومه ناخذ هاي المساحه نفسها ونسوي لها طبعا خلينا نقول كل يعني قلنا بعد كونكريت مو كل ستراكشر بالضبط جزء الان من عنده هو اللي صار به ضعف. واجي اعرف اذا انا بعد اكثر عم مشخص مثلا هذا البليت اليمنت اللي بالطرف بالركن هو اللي صار هاي الخبطه ناخذ المساحه طبعا بعد احسن هي. بس تبقى هنا قيمه كسر المكعب فاشل يخلي هنا هاي بالاخير كومبرسيف سترين هاي الاخيره هذه ما دام مو ديزاين هاي يوزلس ما تحتاجها قصدي باعتباره هو يعني أن بالتحليل القيمة الكسر ما تدخل تدخل بشكل غير مباشر بحساب اي. انا عملت اكتب هاي المعادلات مو عم اذكركم بالماضي مال الدراسه، لكن اريد اقول لكم ترى بالتحليل اللي دخلا معامل مرونه ودني المساحه والطول ما طلع اف برايم سي ما كتبته اي بس مكتب ما. بس بحساب اي دخلت 17 في شيء عافيه 27 في 27 اي بالضبط اي ها فتجيب 17 مالتك بالضبط تضربها وتطلع اي جديده وتروح اي بالضبط بالضبط هو هيك تماما مثل ما تقول. نعم دكتور هاي صعب خليك هاي المرحله تشتغلها قبل ما تسوي كور قبل ما تسوي هذا السؤال هذا حلو هذا السؤال وهو مهم جدا بصراحه. مره اتذكر سوينا دوره على انه سميناها تشخيص ومعالجه الفشل في الابنيه كان جزء مخصص نحكي هذا الموضوع العلاقه بالسامبلنج ولا علاقه بالشسمه وشلون تحكم شيء وبي كلام هم هواي بصراحه نقاشات طويله عريضه بين المهندسين المقيمين. هذا دائما مشكله المقيم يشوف مكعبات يقبلها لو ما يقبلها. احنا نقول نرجع للكود نفسه سواء العراقي او الكود الامريكي ترى منطي سلطه كبيره للمهندس المشرف ذا انجينير نسميه ذا انجينير. المهندس المشرف هو اهم سؤال بصراحه انا هذا فهمي يعني الموضوع ولا هو اقرب للماتيريال هاي القضيه. انا اقول اهم سؤال هل ان قوه المكعب تمثل الكونكريت الحقيقي بالستراكشر الحقيقي هو هذا ترى الكويشن الرئيسي اللي قاعد نبحث عنه. فمن ناخذ هالقد سامبل ومن نفحص بهالقد عمر ومن نسوي هالسياسه والفلسفه كلها على مود تطلع نتائج الفحص تمثل شنو. الله يذكره بالخير واحد مهندس محمد اسمه يعني كان خبير هو استشاري بالسكاونت شنو نتعلم من عنده يقول له بيدي المكعب اشده بحبل على الكولم عشان كولم معقول مكعب مقديم من كولم حتى شنو تمطر على الكولم تمطر على المكعب يقبل التراب على الكولم يقبل التراب على من كثر ما هو من يباوع المكعب والعنايه المركزه بالمكعب ويجيبوه على كيف وما ادري شنو وياخذوه كذا يباوع الكولوم بالواقع اصلا عايفي لا كيورينج لا وهذا منقعي بحوض. فهنا هذا هو دكتور هذا فضل شنو هذا هو سجاير كاني هاي مقدمه هاي مقدمه. فهنا السؤال الان عندك انت مكعب طلعت الريزلت مالته قليله واحده مثلا من مجموعه مكعبات زين تمو عندك الاخرين زين شنو والكذا والافرج والشيء يعني هذا بصراحه القضيه تقريبا تتعلق بيك انت. يعني ليش انت حاضر بالصف انت كمقيم اقصد يعني انت استاذ فؤاد انت كمقيم حاضر بالصف انت اصلا من لون الكونكريت من الوضعيه مالتهم من الشغل انت اصلا ما عاجبك الوضع جتك هاي الريزلت خلينا نقول من الله لهذا you are expect such result ف it is confirmed you don't need to use any other test. بس لا الان اخذ صوره عكسيه انت الامور كلها تمام جت النتيجة خلاف ما تتوقع فأنت راح تشك. من تشك هنا شو يقول لك؟ يقول لك ممكن تروح إلى طرق أخرى لأن أنت قبل ما تسوي تحليل قبل ما تسوي تروح للبرنامج قبل ما كذا أنت لازم تخلي عندك احتمال عالي إيش قد قوة الكونكريت الحقيقية هاي إلقاها أول شيء تلقى هاي. من يقول المكعب يمثل من يقول هذا المكعب وحده شذ عن القضية فهمتني مو استاذ فؤاد؟ فلهذا انا اقول كذا درج انت عندك المكعبات
اول شيء انت جزء انت حاضر وبعينك انت متاكد انه هذا راح يفشل لكم وجاك فاشل، ماكو داعي بعد تسوي اي فحص. شو تسوي؟ تروح تنطيه، تروح تحليل انشائي للمصمم، شوف شنو هذا الان الفشل، شغال شغال مو شغال، اما المصمم يلقى معالجه. يعني ما يجون هسه مو بس عندي خصة الاعمده، انا واحده من الابنيه ما اتذكرها ياهو كرمة تتذكر رحنا عليها ما طب اسنان، يمكن عيادات ما طب اسنان، شو كانت عافيه احمد شنو متاكله او مثلا يسموها مدود او هوني كوم، ويجي يقول لك تعال انت تلقى معالجك هاي، بس انت شنو انت متاكد ان المكعب يمثل الواقع؟ هذا السؤال المهم ترى. صراحه اكثر المقيمين خل اقول لك ما يقدرون يسوون هاي، ما يتحملون، فشي يسوون يخافون فيرحون مباشر، وانا اعرف انا متعامل وياهم. لا 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 طبعا ما افلش اخير شيء هاي، يروحون شنو فحوصات اخرى لتاكيد الكور ما يقبل غلط، بس الكور ما ممكن دائما يكلف كثيرا. اي فش نسوي التراسونيك وهامر نجيب ونقعد المكعبات الموجوده ونشوف صارت. لهذا يقول لك دائما هي قاعده لا تعتمد على التراسونيك وحدها، يعني يوز ذا نون ديستركتيف تيستينج to confirm your results، يعني مو طلع من هالرزلت تروح تصمم عليها، فتروح تشوف تشيكت ويا دي تشي. يعني انت مثلا عندك 70% انه مطابقه للواقع، لكن جبت هاي الفحوصات اللا ائتلافيه شفت نفس الشيء 70 صارت فولات صارت 100، عاد وراها تروح قلنا تحليل انشائي شيء. لهذا دائما السؤال المهم هل نتائج المكعب الطابق؟ اسالني سالت قبل كم يوم غير سؤال يمكن ما ادري مر عليك سالفات ولا، انه بعمر 7 ايام توب المكعب، بعمر 28 يوم ما ادري صار بيه مكعب سكته قلبيه ما ادري المخالف الواقع. انا همس هواي سالت واحد من الماتيريال مو اختصاصي ماتيريال، لكنه قالوا هذا ما ممكن، هاي نتيجه شاذه. يعني المكعب كون القوه ما تتنو مع الزمن، شنو بعمر 7 ايام هو ممتاز بعدين عمر 28 اكيد لو بالانضاج لو بظروف معينه لو كذا. فسالني شو اسوي؟ قال لي راح اسوي هيك شيء كذا، قلت له والله احسن شيء انت استبعد هذا، ايش ماخذين احنا ثلاثه وماخذين كذا ما ادري ايش او النقل على قولتك، هاي هذا شطبه اي ريزلت ما تعجبك اشطبها اذا عندك الباقيات كافيه. ما عندك باقيات كافيه وكذا والحجم كبير مال الشغل لا تروح تاخذ انت زين سالفة قاعد يعني تطرح بصراحه شغله بشكل يعني الحمد لله خلينا نقول البارامترز انت محاصر القضيه. احنا يجون مره بجامعه كربلاء اتذكر بنايه وانا في دراف مساحتها هائله، طيب منين اخذت السامبل؟ ما حد يدري منين المدري شنو، يعني بنايه كامله انت questionable مشكوك بها suspected. شوف شلون الموقف، حتى من تقول كسر سلوها وصله صغيره تقول مكسروها هم يعني يهون عليك، لكن تكسر كله يا ابو ما تتذكرون ما رقمته ما ادري شنو. يعني هذا كله يفيد يعني مهندسين المستقبل انه تنظيم هاي العمليه مع السامبلينج والفحص، والا يتبهدل الواحد. انا اشكرك هاي اسئله مهمه. نعم نفس الحال صار بالرابط هو تقريبا السوق مالته 80 وكانت تقريبا صار عندنا كم سياره جتي اصلا كلش عالي زين وصار فيها شك بعض المهندس اعتراض وصار مشاهدات ويا مقاول صار عارف يعني كانه صار شك وراك الوزاره. طبعا احنا اكون بعض المهندس صار فريق يعني قسمه يكمل الشغل ما في اشكال، قسم يقول انا هذا شغل بعضه اصلا صار داخل المهندس مقيم اكو اشكال او نفس الدائره. اي فكان الاي تك اكو عندنا مبنى استشاري ياباني لا حلو اي دائما احوله على استشاري على كذا بدون الاختلاف اللي الاستشاري كانه طبعا الوزاره خبره ربع صفحه اي يا محمد يا الله شكلهم هذا طبعا ايه على قانوني موجود انا قلت لك اشقر العيون الزرق ما ترهم على الياباني اشقر العيون الزرق كيف قانوني يعني المهندس ما عنده ريح نعم صحيح فصار الياباني اول اجى وسالوا المهندس المقيم قبل عن كل شيء قبل المسائل شنو بالله سالوه قالوا صار هذا بينك انت ويسالوه صور ما ادري كيف يسالوه عند المكان زين شو الاجراء اللي وراه صار؟ حلو
وارتفاع طبعاً 80 متر. قلت له مثلاً جت ثلاث سيارة، سيارتين لابد هنا عشان هو صحيح الإسلام تعبان. زين. السيارات اللي وراء جدي طلعهم يعازف يشيلوا صار شد. كانوا يسمون نفسهم. هم تشكلا. يعني هو هذا هو ارتفاع تقريبا ما عافية. وهو شنو قاس حجم الخط اللي مو زينه مع الفوليوم مال الكل وفايبريتر اكو كذا. هذا يعني مساحات ال 40 متر مربع. يعني 40 متر مربع. شوفوا شجاعة باتخاذ القرار. اللي فوقه وعدد فاير هذا ارتفاع تخيل كونتريشن. كلهم وقعوا على وقعونا على الرأي. وقعون اي طبعا هو عم يكون بصراحه هي انه هاي التجربه والخبره الميدانيه والكذا. احنا شنو احنا عندنا مشكله بصراحه بهذا، يعني عندنا نقص مع الاسف. ويمكن نذكر قبل شويه بالبريك من قعدنا ابو هاشم انت قلت لازم اكو معامل جاهزه. اكرم انت قلت على المستشفى اللي صار وجو الالمان وقالوا لازم انت يقول لك بتجي تحكم بما سبح ترى همك قال يصير كلش مضبوط. احنا بنجي نحكم المكعب مثلا نقرا على الخارطه، هذا مو صحيح. احنا المفروض ما نقرا على الخارطه، الخارطه ناخذ منها رقم مثلا مصمم شي يريد قد من عندي 25 ميجا باسكال قوه المكعب، خلينا نفترض هيك شيء. يقول لك انت اكو بالمواصفات انت تكون كل نتيجه منفرده اكثر من الكذا ثلاثه احسن 3 ميجا باسكال. ليش هاي الثلاثه؟ منين جابوا هاي الثلاثه؟ هو المصمم رايد 25، ليش ثلاثه؟ لا لانه هذا يقول لك مستوى الثقه بتذبذب النتائج من هذا مجهز الكونكريت. لهذا بالمواصفات هاي الثلاثة ترى ممكن تصير 5 و7 حسب، والثلاثة ممكن تصغر. ليش؟ حسب مستوى الثقة. شلون؟ خلي أعطي بس فكرة. هذه نتائج المكعب، وهذا مثلا خلينا نقول عدد السامبلز number of samples. هاي القوة أنت تريدها شقد مثلا 25 عفوا هذه مثلا 25. الان هاي ال 25 بكم ايش قد خلينا نقول بتاريخ هذا المجهز مال الكونكريت؟ هذا الان مجهز رقم 1، شوفوا الشكل مالته وشوفوا مجهز رقم 2 الاحمر والاخضر، شنو رايكم؟ تثقون بمن اكثر؟ بالاخضر. ليش؟ لأن الريزلتس كلها تقريبا تنحصر حول القيمة المطلوبة. هذا ما متذبذب عند الشغل، ضابط شغلته. بينما هذا مو، أو هذا مثلا يعني هذا ممكن احتمال يطلع لك أكثر من 25 بهواي. ممكن أنت ما تريد أكثر، أو أنت تريد تثق بالنتائج مالته. هذه تراها جزء من المواصفات. يكون واحد يجي بالضبط على الخط، تكون تجي انت المجهز تقول له تعال اعطيني مال مثلا 20 سنه الريزلتس مالتك مال يعني صناعه الكونكريت، وتحسبها احصائيا وكذا وتلقاها. فبصراحه هي هذه المساله هي متعلقه بهذه عمليه احصائيه. لهذا اليابانيين من اجوا بهذا المشروع هم شافوا حجم الخلطه الحجم الكلي، وشافوا المشكله موجوده في يعني محصوره في منطقه وفي خلطه وبالسمك كبيره مال الرافت وكو فايبريتر. فقدر ياخذ قرار بثقه. لو ما مجاوب هذا اكرم هاي الاسئله انه تعرف من ذني، لو قال لو لان مكان ادري به ولا المدري شنو كذا، انا اعتقد كان مساله كان هو تشوش، كان حكم على الكل مو زين ما يعرف منين. غلط. شوف شلون سؤالك احنا قلنا شعي اداره قام ايه واحتمال الوارد اللي صار عندي يعني المختبر غلط. هاي شويه صعبه ابراهيم والله صعب. ايه انه مختبر غلط يعني توقف الفحص وياهم متاكد اني من الخلطه اللي نسويها متاكد هي مسوي على 45 ميجا باسكال طلعت 26 هي ناجحه باللي يقول الثاني عندي غلط انا متاكد من خبطتي صحيحه وهذا المختبر مو صحيح مو بس انا نعم بدون اسماء اكس اي هي هذه بصراحه. شوف انا قبل شوي قلت ابراهيم جمله قلت انت عندك فحص ضربه كروس، هاي واحده من الاسباب انه ضربه كروس. ليش؟ اذا انت صار ما عندك ثقه بالفحص تقنيا مو تقنيا كذا
أصلاً أنت بعد مرات تكون مجبور تنزل النجر أو تنزل المعهد مجبور. أي أي أمور كثيرة أكو هاي الأمور عن هاي القضايا بصراحة هاي الكلام بيها كلش واسع، لكنه ترى أنت كمهندس مقيم أنت صاحب السلطة، أنت صاحب السلطة يعني حتى المختبر حتى الكذا لازم أنت تكون مرتاح أنت تكون واثق. الثقة تقل روح على فحوصات أخرى ما تتردد. هي على من هاي الفحوصات الأخرى؟ على المقاول؟ على هاي ستانس على ثيرد بارتي في حالة المقاول. قصدي من اللي يدفع؟ هاي فيها موجودة بالشروط. إيه؟ هو يقول أنا الفحوصات صحيحة زين أنت شاك بالفحوصات شاك بالفحوصات الشروط العامة المقاولات تقول إيه؟ إنه أنت تروح تفحص المقاول يدفع على الفلوس إيه؟ بس إذا طلع ناجح يتحملها رب العالمين. ها هكي جميل بس ياخذ من رب العالمين. ابو هاشم تضيف شيء دكتور؟ اذا بالامارات اكو فد شيء ثاني دكتور احيانا هو المهندس هو اللي يحدد دقه الكيو سي اللي موجوده بالماتيريال. يعني انا احيانا كنت السقف سطح السلاب اذا درجه حراره الخلطه عندي 33 نعم ممكن اقبلها اقولها بشيء ما يخاف مثلا وحده اثنين مو مشكله او 34 بس انطي انذار عليها اوبجكشن. بس اذا كان عندي رف فونديشن فكان عندي رف فونديشن وارتفاع مترين ونص او 3 متر زين 5000 متر مكعب جتني 15 سياره زين ال 33 مقبله ال 32 ونص مقبله فمقبلتك تستحيل الا 32 فما ادري الهم حسب موقع الستركتشر والمنبر حسب اي قاعد مع سلطه المهندس. جميله هاي الحق الحالات يعني هذا موضوع مهم بس هو بصراحه الموضوع بيه كلام كثير بعد يعني احنا ما نقدر ندخل بيه بس اشارات حلوه. نعم النيو شو حسبناه شو نحسبها النيو النيو يعني هو اخذها 0.15.2 يعني هي هاي الرينج مال النيو ما تتاثر يعني قصدي الكونكريت بمناسبة حتى ستشوفون بالفحوصات ترى حتى الكثافة هم تأثر يعني ملاحظين فحوصات شو كثافة زينة بس بالكسر المكعب الكونكريت ضعيف لأن يعني هو تعرف الوزن العلاقة بكمية الركام وأذكر شيء الركام بالكونكريت بس السترينج في العلاقة بالنسيج هذا علاقة المورتر بالجرافل علاقة الأجريجيت بالمدرشينو هذا الاسم وأضعف شيء الانترفيس السحولة اللي هو ما بين الحصواية وما بين المونة يعني تلاصق المونة بالحصواية في هاي شوية المشكلة اللي يتسبب الفشل غالبا فلهذا ذني دانسيتي بقية غيرة مثل ما موجود بالبرنامج النيو بقية غيرة بس إي لا لازم غيرها دكتور لازم المهندس يعرف يعني الإسلام أي هل هذا السلاك مادة بإضافة أتمكسشر وإضافة مي؟ أحياناً أنا قايل أضيف أتمكسشر زين زين أو يعني بلاستيسايزر أو سوبر بلاستيسايزر نعم نعم زين تطح يا شيء سيارة شيء يروح يفتر يأخذ الفر يحط لها مي ويرجع يعطيني السلاك شوي أكثر زين لازم أعرف هذا نتيجة البلاستيسايزر ونتيجة المي اللي ضايف صح إيه. هاي سهلة كله قاعد نحكي هو أكو فحص بس إحنا أكو مشاريع أصلاً ما بيها فحص زين هاي شلون مشاريع قطاع خاص ما يفحصون المكان ما هاي خاصة الخباطات الصغيرة دكتور عارف يدوي كذا شو على خلي البصة طلب وش ما كل شيء ما تحسب ولا نعم يلا حتى نختم بالموضوع هذا إيه مو واضح حسات فؤاد بالكود بالكود مو الكود العراقي الكود العراقي مش عجب الكود العراقي اصعب كود قال لك ثلاث بوب المفرده انتوا تستعملون المعدل 25 صعب بين 12 مكعب دكتور هاي صارت مال 87 هذا مال صارت شنو شو يسوي الجوال المقيم صارت كود صارت وحده يخصم 4 بوينت اذا لين يخصم اذا صارت وحده 15 وحده كانت 30 وعنده معدل 25 يخصم ما يقبل هو ال 15 اعتبره غريب لا على الفورمورك متاكد من الرقم صار عندك 50 مكعب هذا يحكي على الفورمورك صار
خاف 2 بوينت 244 اي فهاي اداريا ما محسومه ان شاء الله يعني مو واضحه يعني ماكو اجراء اللي بتحتاج يسويه هسه هذه يحكي ناس عن المكعبات والابعاد مالتها القياسيه نعم وسلكشن اوف بروبورشن بيسز اون فيلد على تصميم الخلطه كلها هسه هنا مو ايش قد المينيمم بس ال عدد مرات the average strength determined from any four consecutive strength tests for lab specimen exceeds the cancer by 3 هاي قلنا عليه كل واحد المعدل عفوا المعدل والافرج ها السترينث تيست اي السترينث تيست لها تعريفها هي عباره عن مكعبين عفوا كل رقم صح سنت السترينث تيست معرفه فوق يقول السترينث تيست هو هو 2 كيوبس صحيح هو الفرق بين الاي سي اي وبين العراقي الاي سي اي عندهم 3 يعني ما اعتقد هنا ما اخذين من الانجليز بس هم نشوف الكود الجديد هم شو راح يصير خلي عن هاي بعد القضيه ما نتوسع بها لان شويه ديما يعني كلش مزعجه بالعقد بين الاعمار والهذا يجبرك على نوع الخلطه ويجبرك على نوع التست وانت تتحمل الغلط بعد شلون يصير لنفرض اي يقول لك 3 2 1 انت تحكي بلسان المنفذ هسه لا دا احكي بصوره عامه انت انت تقصد يجبرك انت منو انت المنفذ لسان المنفذ الكونتراكت عقد يجبرك ان تخلط خلطه معينه بنسب معينه وانت تتحمل الغلط هاي شلون تصير لا احنا برا نشتغل كالاتي اريد من عندك سي 30 سي 30 اوكي بعد هذا علاقه بي انا اريد سي 30 انت مسؤول عن انت كمقاول مسؤول انا هو يجبرك على نوع ما اكو شيء شيء موجود هو موجوده هاي بيل اوف كوانتيتيز اللي جدول الكميات اي اي بشكل عام مش دائما نعم صحيح ترى زين يقول كونكريت صب يعني تجهيز وعمل صب اثرات كذا في الوسط خلطه 1 2 4 حلو فيجي مثلا في هاي يقول الخلط يقول 1 2 4 هل قد المكعب هل قد هو يصعد على المقاول صح صح بس النتيجه المفروض قد لا تقل عن مثلا على الخلط اذا كان المهندس هل متفهم وش اسمه اذا مثلا بيزوس ولا يزوس هاي من الظلم هاي باين لا انت 1 2 4 تشتغل بس كنا نتيجه مهنا ناشئ مش هو توقف صح فعلا ايه يعني هو واقف على الخلط وانت ابو الخلطه منطيك الخلطه ومنطي هاي بعدين انت تعاقب هاي خلطتك فاشله وما لك حق تزيد هو مش يعني اذا تريد تزيد السمنه اقول لك 50 صار تقشف والهندسه وقفت زين الله زين اوكي هسه اذا هسه حكينا على الماتيريال اكو واحد عنده سؤال انه شلون نعرف ماتيريال جديده فبصراحه اللي نحتاجه بالتحليل معامل مرونه وبواسانز ريشيو اذا ما عندنا امور اخرى مثل الحراره وغيرها واضح نفس طبعا اي نفس بالضبط بس الاي تغيير الاي احسنتم اي طبعا احنا غير مواد الان ما نتعامل وياها هذا هسه فيما يخص الماتيريال وربطناها راسا بالبروبرتيز عندنا بعد 12 دقيقة خلينا نشوف شو تعلم بها أشياء أخرى وأيضا إذا عندكم أسئلة اسألوا حجول البروبرتيز أتذكرون سبيسيفيكيشنز عبرناها جوا البروبرتي سبيسيفيكيشنز ما سوينا بها كل شيء وشنو السبب ما سوينا بها كل شيء لأنه قلنا هذه إذا طبينا بها أو ما طبينا بها الرن ما يوقف فعلا إحنا ما طبينا بها والرن كمل لأن هذه أمور أخرى ممكن انت تكون عندك بس ستراكشر تفيدك شنو هي راح اذكر امثلتها وخصوصا اركز على اللي يعني استعمله باستمرار طبعا بها للنود وبها للبيم وبها للبليت خلينا ناخذ هنا يعني بنهايه هاي المحاضره مال اليوم
انه ناخذ للبين هي الحاله الاكثر تكرارا، وبعدش ناخذ طبعا شوفوا حتى البين هم اكو اشياء كوما، ناخذ بروبرتي ريدكشن فاكتور. احنا هسه قبل شوي ايش قلنا البرنامج شيرد من عندنا يريد مساحه مومنت اوف انيرشيا، هنا تقدر تنقص هاي البروبرتيز، يعني تنقص المساحه الحقيقيه وتنقص المعامل المرونه سوري تنقص مومنت اوف انيرشيا الحقيقي وحسب الاتجاه همتين اي اكس واي واي. هسه احنا كبرنامج افتهمنا شو يسوي، انه مثلا انا مطي مقطع مستطيل 250 ملم في 500 ملم مومنت اوف انيرشيا بي اش تكعيب على 12، هو راح يحسبها وراح يعطينا فاكتور ينقصها للنص مثلا ويروح يحل يحسبها مثلا 1 في 10 اس 9 ملم مربع، راح يجي يضربها في نص ويسويها 0.5 في 10 اس 9. بس نبقى هسه هندسيا لويش احنا قلنا اكو برنامج اكو الواقع الحياة العملية، فوين نحتاج هذا بالحياة العملية؟ الجواب المقطع مال البيم هسه احنا قلناه هو شنو؟ مستطيل هذا. اوكي هذا من نحسب له مومنت اوف انيرشيا لها تسمية شو نصيح له؟ جروس مومنت اوف انيرشيا. شو معنى كلمة جروس مومنت اوف انيرشيا؟ معناها محسوبة عزم القصور الذاتي من شكل المقطع. شوف الثاني ما قلت كم شيش بي اصلا ما خال بي الشاش او ما ادري بي الشاش او ما بي الشاش، اعتمد على الشيب مالت الخارجي، هذا شيء يسموه جروس. البرنامج هو يشتغل على الجروس مومنت اوف انيرشيا ولا صافي ولا كذا. يعني هسه الان اكو ثلاث شياش نفس المومنت اوف انيرشيا، اكو فوق شياش، اكو مدري شنو، اكو ستير ابس، اكو نفس المومنت اوف انيرشيا. فأنتوا عرفوا انه البرنامج هو ايش يحسب؟ جروس مومنت اوف انيرشيا. بس هذا احيانا مو صحيح، نحتاج غير مومنت اوف انيرشيا. خلينا نشوف الانواع البقيه. نعم يعتبرها هوموجينيوس كانه عافيه ماتيريال وحده كانه وما له علاقه شنو هاي الماتيريال. اكو حاله هيك يصير شكل المقطع بحيث انه هذا حديد التسليح نحوله الى ما يكافئ من مستطيل، هاي شو نصيح لها؟ اي ترانسفورمد سكشن مومنت اوف انيرشيا، المقطع المحور. هذا الثاني، النوع الثاني. اكو حاله هيك يصير شكل السكشن وهذا الحديد اذا هو الان اي اس مساحته هاي ان في اي اس، وتذكار لكم او تذكير لكم ان معامل مرونه مع الستيل على معامل مرونه مع الكونكريت. هذا شو نصيح له؟ اي كراكت المقطع المتشقق، لان هسه احنا من طيرنا الكونكريت من هاي المنطقه هاي كلها وخرنا من هالكونكريت لان صار بها كراك كومبريشن فوق تنشن جوا بسبب البيندينج المقاومه، فهذا الكونكريت ما يتحمل كراك فكل هاي تروح فراغ تصير. من يبقى باللعب وحده؟ الحديد هذا قاعد تشوفوه باقي. سؤال ياهو الاكبر اي جروس لو اي كراكت؟ من الشكل هسه شو تقول؟ ليش؟ لان مبين هذا مستطيل كبير وهذا شنو؟ صغر، هذا صغر وهنا شويه صغر، هذا كلش ضعيف. اذا اي جروس شنو؟ اكبر من اي كراكت. هسه تعرفنا على انواع المومنت اوف انيرشيا اذا كانت الماتيريال من كونكريت. هسه نجي بعدنا بالحياه العمليه، هسه البرنامج مؤقتا. بعدنا بالحياة العملية الأصح شو ناخذ إحنا؟ يعني الأصح الآن هاي بيم مالتنا والقلم والسلاب وهاي الممبرز مالتنا والأسس وكذا هي ما صاير بيها كراكت فهو جروس أحسن، لو صاير بيها كراك هي آي كراكت أحسن. اسمح لي هذا خليني نغي، اسمحوا لي هذا حتى شوية سهل الفكرة عليكم، هذا لأنه مع الإلاستيك كراك مش خلي حتى ننسى هاي، هو لو هذا لو هذا خلينا نقول على اليسرى ما صاير كراك
على اليمنى صاير كراك. الجواب طبعا ان بتوين هنا شويه صعب ان بتوين على اليمنى بصراحه الجواب الادق الجواب الادق انه حسب المنبر. ليش؟ لان يعني الكراك من يسوي الكراك يسوي البيندينج، هذا سبب الكراك شباب تمام. فمثلا الكولوم بي بيندينج لو ما بي كولوم بي بيندينج، بس هو مينلي هو جايبيه على مود شي يشيل فيرتيكال كت، ما جايبيه حتى يشيل عزم. يعني من اقول كولوم ومن اقول بيم شنو الفرق بين هالجملتين؟ هذا كولوم وهذا بيم. لا يعني بيندينج واكسيال فورس توازن، هذا مينلي جايبيه حتى شي قاوم البيم بيندينج، لهذا شنو نصيح له بيم، وهذا جايبيه حتى شي يشيل اكسيال فورس فشنو نصيح له كولوم. احكي جنرال هسه قبل شويه قال ابو حسين سال علي قال اكو بيم كولوم اللي بينه بين، لا هسه نحكي اكستريمز حافات، بيم للبيندينج كولوم للاكسيال فورس. هسه حتى نرجع اي كراكت وين نتوقعها تظهر اكثر؟ بالبيم وليس وين؟ بالكولوم او باقل. هسه نجي بعد نطور الفكره اي يلا اوكي يسبب صحيح، بس الكراك مال تشير ويصير اول شيء دياجونال ويصير مثلا خلينا نقول يصعد، ودائما هو مرتبط بالبيندنج. يعني انا بصراحه اذا اقرب بدي احكي بشكل ان ديتيل اريد اقرب القرار حتى اقول احنا ايش ناخذ يا اي وين، يعني بدي اسوي في شيء مبسط اسمح لي يعني استاذ حسن حتى نعرف ايش نسوي. ولا ممكن اقول هسه روح قلل الاي لفلان منبر سوي 0.3 وذاك المنبر سوي كذا، لا دا احاول القى فد حجه هندسيه. انا من اول يوم اتفقنا بدنا نخلي الجانب العلمي للهندسه. سباعوا هذا البيم اللي صاير بي بيندنج انا طبعا انا رسمته غلط، المفروض الكراكس شنو هسه سويت يعني غيرت بالرسم المكان اللي بيعزم كبير كراك يصير. اذا هذا اي كراكت الشكل مو هيك دائما، يجوز الشكل هذا متغير يعني عافيه. هذا الكراك صاعد لهنا، هنا صعد اكثر، هنا صعد بعد اكثر لعد هذا هذا كم اي كراك تكون هي هنا صعوبه بصراحه. لهذا شوف الكودات يمكن حدا الابحاث على هالقضيه ان مومنت اوف انيرشيا along the member along the beam ما له قيمه ثابته متغير. فايش راح نسوي؟ راح نسوي نقرب، ما دام القضيه ما نقدر نحتويها اكزاكتلي فايش راح نسوي؟ راح نقرب. شلون نقرب؟ المقطع اللي بيه كراكاته هوايه نقول يقل المومنت اوف انيرشيا، يعني يقل من الاي جروس الى اي كراكت، ونعتبر هذا الاسوء اي كراكت على طول البيم. يعني كان هذا الخط الاحمر شنو صعدناه على كل البيم ماينس شنو؟ لا 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 مو ماينس اسوانا، لا هو اسمه ريدكشن فاكتور هو ما يحتاج، بس هو رقم اقل من واحد تنطي تقول له مثلا نص نقص للنص تقول له. طبعا هسه نجي ايش قد نطي الان؟ احنا الان راح نقلل الاي راح نقلل عزم القصور الذاتي، ايش قد نطي ايش قد نقلله؟ الجواب هنا أنا ممكن نجي نحسب مقاطع ونجرب وكذا، بس الكود بإشارة في فقرة بالأعمدة من يحكي يقول أنت من تسوي تحليل للأعمدة ممكن تقلل مومنت اوف انيرشيا للبيم إلى 0.35 من المومنت اوف انيرشيا الأصلي، وبالكولوم إلى 0.7 من المومنت اوف انيرشيا الأصلي. فممكن حتى واحد بعد يوم يسألنا إيش معنى قلنا نصير مثل محاججة أنت مقدم كالكوليشنز، اكو فقره بالكود يعني الوقت ما يتسع انه اراويكم اياها، فهذه تقول لك 0.35 وتقول لك بهالشكل هذا. هذه ان شاء الله راح نسويها في بدايه المحاضره القادمه. 0.3 لا